الجزيرة.net. معالي الشيخ مرحبا بك. مرحبا بك سيد. نسبت صحيفة الجارديان البريطانية في عددها الصادر يوم الخميس الماضي 5 مايو إلى بول وولفيتس نائب وزير الدفاع الأمريكي وأحد مهندسي الحرب الأمريكية على العراق في جلسة خاصة كان يتحدث فيها على هامش قمة الأمن الأسيوية التي عقدت في الأسبوع الماضي قوله عن أسباب مهاجمة الولايات المتحدة للعراق وعدم مهاجمتها لكوريا الشمالية إن الأمر بسيط للغاية والفرق واضح بين أمريكا بين كوريا الشمالية والعراق حيث أن العراق تعوم على بحيرة أو بحر من النفط. هل يمكن أن نعتبر هذا اعترافا أمريكيا بأن السيطرة الأمريكية على نفط العراق هي السبب الرئيسي وراء هذه الحرب؟ أول من بدأ بذكر هذه المقولة مجلتان من ألمانيا ذكرت ما ذكرته هنا، ثم جاءت الجارديان فعادت نفس الشيء، وعندئذ سارعت الحكومة الأمريكية بنفي ما قيل حتى هذا على لسان وولفيتس. نعم، نفته نفيا قاطعا، سواء بول وولفيتس قال ما قال عندئذ ذكر الحقيقة، ولو أنه لم يقل فهو قد سكت عن الحقيقة. أنا أؤمن إيمانا جازما بأن البترول كان هدفا أساسيا لاحتلال العراق،